في حديث العرب هذا الأسبوع. لقد ألهنا الفقهاء، فألهنا بعض العلماء، وهذه خطيئة بحد ذاتها. المؤمن يجب أن لا يؤله سوى الله. الجهل نؤسس له من خلال مدارسنا ومن خلال إخفاء النماذج النيرة التي عرفها التراث. الدين هو روحانية أيضاً وليس فقط عقائد، وهو انفتاح. المثقف خجول من دار النشر التي نشرت له كتابه لأنه لا يبيع، بينما كتاب طبخ يحقق أرقام هائلة في المبيع.